السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مركز البيت كلاب الحراسه بدمنهم معاك كابتن ملون. بحب بس اعلنكم يا جماعه كلكم وكلكم منورين والله ومشرفين القناه عندنا، يعني شكرا لمتابعتكم واشتراككم معانا. ضيفنا النهارده يا جماعه احب اعرفكم عليه، روكي. روكي كلب جميل جدا، كلب جيرمان لونج هير. طبعا اللونج هير في الصيف يا جماعه لو اللي جايين دولت يا ريت تهتم، لو عندك كلب لونج هير تهتم بيه شويه في تسريح شعره وفي الاهتمام بمظهره وفي الحاجات دي كلها، علشان برضه علشان انت ما تعانيش من الحشرات ومن الحاجات دي كلها. روكي يا جماعه جاي من محافظه الغربيه. الراجل ده طبعا ده بمشوار يجي له زي ساعتين ولا بتاع ولا ساعه ونص. جالنا هنا لحد محافظه البحيره دمنهور علشان طبعا هو شاف شغلنا على اليوتيوب، وبناء على كلامكم الجميل اللي احنا بنسمعه وبنشوفه ان شغلنا الحمد لله حاجه بصدقكم يعني. روكي كان جاي، ما اولا كان يعني في نسبه الخوف عاليه شويه، كان بيخاف، ما كانش عنده شخصيه في الهجوم في الحاجات دي كلها. بالنسبه للطاعه برضه كان الكلب مهايبر، كان عنده سوء سلوك ان هو عايز يلعب ويتنطط على طول. برضه كان الكلب ده كان عنده ساعات بيبقى فيه هجمه بسيطه كده او بيحدف في وشه على صاحبه دايما او على اللي بيدربه. الحمد لله روكي اشتغلنا معاه، طلع على فكره كلب حنين خالص، كلب مؤدب خالص، مطيع خالص. كلب بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يبارك لصاحبه فيه يا رب. هو الكلب اشتغلنا معاه فتره شهر الحمد لله، بقى تمام التمام في تدريبه في الطاعه في الحراسه، دلوقتي شخصيته قويه جدا، ربنا يبارك له فيه. طبعا هو هيستلمه باذن الله في خلال اليومين اللي جايين سواء بكره او بعده، ربنا يوفقه معاه بقى. واحنا بنعرفه بيعمل معاه ايه، بيبدا يشتغل معاه واحده واحده. طبعا الكلب اللي بيطلع من عندنا من هنا بنعرف صاحبه كله، بندي زي ساعه تدريب او ساعتين لصاحبه، فعشان كده بنطلب صاحبه في التليفون بنقول له يجي لنا بدري. احب اعرف الناس اللي حاجزه معانا ان احنا يا جماعه كل ما بنطلع كلب بنتصل على واحد من الناس اللي حاجزين. ناس طلبت مننا يا جماعه، دي معلومه مهمه، ناس طلبت مننا ان احنا ندخل كلابهم في الحجز كده يعني في وسط الدور يعني مقابل مبالغ زياده، والله العظيم احنا رفضنا، واكيد الناس اللي طلبت مننا هتشوف الفيديوهات دي. يعني في ناس طلبت، اي حد يتمنى يعني انا لما بكون بدرب الكلب ب 2000 جنيه وواحد يقول لي طب ما تحطنيش في الحجز وهتجيب لك الكلب يوم كذا وهدفع 4000 جنيه او 3000 جنيه، انا عن نفسي رفضت. معلش هو ما بقولش كده ان انا بحلل من نفسي، ده والله انا بقول كده كاحترام للحاجز، وقصدي يعني يكفي ان الحاجز عندي ده في ثقه. لا انا الموضوع يا جماعه والله العظيم موضوع التدريب ده مش فلوس ولا تفكير في فلوس خالص، هو الموضوع كله عباره عن حب في الحاجه نفسها، حب ان انا اللي انا بعمله دي حاجه انا راضي عنها ونفسيتي راضيه عنها، وحب الناس اللي معايا بشغلهم اهتمامهم بالشغل ومراعيتهم للشغل دي اهم حاجه. طبعا روكي يا جماعه تعالوا شوفوا كده حبه مقاطع صغيره برضو عن الهدوء اللي هو بقى فيه والطاعه اللي هو بقى فيها وكميه ودخلاته في الشراسه والحاجات دي كلها. نشوف روكي كده، ويا ريت تدوني رايكم في اخر الفيديو. تحياتي لكم كلكم وتحياتي للناس المشتركين معانا. ما تنسوش يا جماعه ان احنا بنكتب مواضيع مهمه جدا عن لما تيجي تشتري كلب ايه اللي بيحصل، ولما تيجي تربي ايه اللي بيحصل، ولما تيجي تجوز ايه اللي هيحصل، والكلام ده كله بنكتب المواضيع دي كلها زي ما بننزلها في فيديوهات على اليوتيوب، بنكتبها في مواضيع على بلوجر، بنحط لكم اللينك بتاع الموقع ده دايما في الوصف تحت الفيديوهات اللي عندنا على اليوتيوب. ما تنسوش تخشوا على بلوجر وتعملوا زياره وتشوفوا الحاجات دي، اكيد هتلاقوا حاجات تنفعكم جدا. مواضيع كل يوم بنكتب مواضيع اثنين وثلاثه واربعه، يا ريت تخشوا على الموقع ده يا جماعه وتشوفوا المواضيع دي، ويا ريت يا رب تعجبكم. وبس اللي يهمني كلمه الله ينور، بس انا مش عايز اكتر من كده. نشوف روكي كده مع بعض. روكي موت يلا، يلا موت، تعال روكي موت يلا، موت يلا، برافو روكي، برافو برافو، سابق سابق، شاطر روكي سابق. طبعا روكي يا جماعه وهو واخد السبات كلب بسم الله ما شاء الله ما يقومش يقف ولا اي حاجه الا لما طبعا بامر صاحبه. ده يعني الكلاب اللي هي بنحاول ان احنا نخفض الهيبره اللي فيها. ده موضوع الثبات ده يا جماعه بيدخل على فكره من قصه تحسين السلوك، يعني الكلب السابق ده في كلاب بتجيلنا كتير في التدريب بتبقى عندها الهيبره عاليه، الهيبره زياده، بتتنطط كتير، بيلعب كتير، بيسيب صاحبه في الشارع وبيجري، طبعا كل ديت هيبره. فديت يا جماعه الموضوع ده هو مش تدريب بس، لا ده سوء سلوك احنا بنحاول نعدله وبنحاول نظبطه. فيا رب كده يعني زي ما انتم شايفين روكي يا رب يعني يعجبكم ونتابع مع بعض. روكي ثابت يا روكي ثابت، تعالوا we'll be right back.
Watch me sink in the sea, baby. She ain't got no money in the bank. She ain't got no money in the bank. She ain't got no money in the bank. Looking at me, I told you I was sinking the sea by me.